إلهام شاهين تشارك في سيد الناس مع عمرو سعد في 2025. تعود الفنانة إلهام شاهين للمشاركة في الموسم الرمضاني بعد غياب عامين، وتشارك إلهام شاهين في بطولة مسلسل سيد الناس مع الفنان عمرو سعد. ومسلسل سيد الناس من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر أن تبدأ التصوير في نوفمبر المقبل. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.